وطننا الغالي العزيز، عايزينه في نصر حقيقي لذيذ، نضحي بكل شيء علشانه، ولا يوصل منه مرة لهزة. وطن الكل غالي يا ناس، عايز فكر بقى وإحساس، نختار نائب كده يحميه، يكون عنده انتماء وصادق كده دايما مع شعبه بفعل حقيقي مش رياء، يشوف مصالح كله بعقله ويبقى قانون مش كلام، ويدرس كل كده الأبعاد لحاضر فعلي ووقت جاي، وأثاره إيه على دولتنا بدون خداع علينا يتقال، ويكون في تعامله دايما قادر، رقابة واضحة في كل مجال، ونغلط برضه نعرف نحاسبه، ونغلط برضه نعرف نحاسبه، باتفاق معاه يتقال، لا يروح بفكره يضيع دولة، لما أنا بجد مش كلام، ده هي كده لو ضاعت يبقى خلص الكلام، عشان كده لازم نختار من يصلح طبعا لهذا الكلام، ونركز برضه في اختيارنا ولا نيأس ابدا من اللي فات، اذا كنا بجد عايزين دولة تتأسس كده على احلى نظام، اللي يحمي ولادها بجد وتبقى بقوة هي كمان، نظام بجد خط احمر محد في يوم يخترقه يا ناس بسلطة صريحة مهما تكون، ونركز برضه في اختيارنا لرئيس الدولة اذا كان ده نظام، يكون عنده كده كاريزما، مش اي واحد يكون وخلاص، ده رئيس دولة الامة بحله، لازم يكون قد المقام ينفذ فيه القانون بروحه وقوة برضه تمام، وابناء الوطن عنده واحد، وابناء الوطن عنده واحد، في حقوق برضه واجبات، ويمثل وطنه اكيد بقوة في كل مجال والمنتديات، ويشوف مصالح وطنه بجد في تعاون دولي بفكر تمام، وإذا أثر برضه في دوره قانون الدولة بجد تمام، وهو أساس اختيارنا نائب أسس أجمل نظام، يبقى كده أدينا دورنا في قصة إيه الاختيار، نعمل كده بقى بقوة، نعمل كده بقى بقوة لزيادة إيه الانتاج، نحسن بيه وضع حياتنا، ونحقق بجد انجازات، ونحسن برضو يا ناس اخلاقنا، ونحسن برضو يا ناس اخلاقنا، وننزع اي تافهات، ونعيش بجد يا ناس حياتنا، وبجد نرفع شأن بلدنا بحضارة عظيمة لنا وامجاد. اصحوا معايا بجد يا ناس، واوعوا تسيبوا وعي يميل، املي هو انتصاركم لو هروح انا في الطين، يا رب احفظ كل وطن ونكون دايما له وعيين.